يا مرحبا وسهلا فيك استاذتي، واهلا وسهلا فيك من مساء الامارات. يا مرحبا الساعة. مرحبتين، اهلين وسهلين. طبعا يسعدني ويشرفني اني اكون معاكم على الهواء. يا هلا فيك، تشريف لنا طال عمرك. اكيد لو نعرف البدايه، لو تخبرينا على حملات التنظيف اللي يعني نسقتوها في اخر سنتين، وتحديدا عن تطبيق ساهم وكيف نقدر نشارك فيه. اوكي تمام. فمن السنه اللي طافت لين هالسنه نظمنا حوالي مثل ما قلت ان 50 حمله تنظيف بمشاركه 1398 شخص، وتم تجميع عزكم الله 12926 كيلوغرام من النفايات. وكل الحملات كانت تحت مفهوم علم المواطنة. شو يعني مفهوم علم المواطنة؟ هو مفهوم عالمي يتضمن مساهمة أفراد المجتمع في جمع معلومات وبيانات تفيد خبراء وعلماء البيئة. جميل. قطع الخط. أكيد بنرجع لضيفتنا الكريمة، ولكن ريم يعني نفس ما ذكرنا موضوع الحملات التطوعية اليوم، جميل جدا أن يتكاتف أفراد المجتمع جدا كلهم يد على إيد واحدة. ما تتخيل قاعدين نتكلم عن 12900 تقريبا و26 كيلوغرام من النفايات. يعني كل واحد كان شال كيس هالكبرة بصراحة، كيس عود يجمع حاطين شي ماسكات بس متعة مش طبيعية بالفعل. أي عمل تطوعي بعيد حتى بس أنه مو مجرد حملات التنظيفية، أي عمل تطوعي فيه كمية عطاء وكمية سكينة تيك وكمية راحة بالفعل مش طبيعية. أنا قبل كنت أقول كيف الناس تتطوع وتصير صراحه ما كنت مجربتها، لين ما جربتها الحين اي عمل تطوعي انا على الهواء مباشره اقول لكم حطوا اسمي معاكم. على طول معاكم، على طول معاكم. انا خصوصا في رمضان احس يعني العمل التطوعي في شهر رمضان الكريم يعني له رونق. مش عشان تفطر يعني لا لا لا، قبل الفطور نوزع الوجبات شيء اكيد. وحتى اليوم يعني نقدر نشوف ان اكثر الجامعات واكثر مثلا المدارس عندها ساعات تطوعيه تقدمها أكيد. فمن المهم جدا ان الطالب ايضا يعني يكون عنده ساعات معينه. هاي مبادره من صارت من 5 سنوات كانت جدا جميله في حق الطلاب الجامعيين، انه يكون عنده فوق ال 100 ساعه تطوع أكيد. في اكثر من مكان، ان كان في دوائر حكوميه او بالفعل خاصه بالفعل. او حتى في اعمال تطوعيه منها اللي كانت في الشوارع أكيد. او في المولات او في الدوائر الحكوميه. مهم جدا. نعم. نحن رجعنا للفون ومعانا التليفون، ضيفتنا معانا اكيد استاذ عائشه معانا. استاذ عائشه معانا. يا مرحبا معاكم. خلينا نتكلم استاذ عائشه عن اهميه الحملات وانعكاسها الايجابي على البيئه مثل ما كنا نتكلم قبل شوي. اوكي، فاهميه الحملات إنه يساعد خبراء البيئة في جمع معلومات ونص القوانين والتشريعات، وهو نفس مفهوم علم المواطنة اللي تكلمت عنه. وعلم المواطنة بس عشان أخبركم معلومات أكثر عنها، هو مفهوم عالمي يتضمن مساعدة أو مساهمة أفراد المجتمع في جمع معلومات وبيانات تفيد خبراء وعلماء البيئة. ففي شهر 3 أطلقنا أول تطبيق اللي هو تطبيق ساهم مثل نعم. قطع الخط مرة ثانية، يمكن عندنا مشكلة في الصوت مع الأستاذة عائشة. كل الشكر الجزيل لك أستاذة عائشة.